إذن على بركة الله نبدأ في حل هذه السلسلة من التمارين المتعلقة بدرس الهضم، متعلقة بالهضم والتربية الغذائية. إذن التمرين الأول يقول: بعد مضغ محلول قطعة خبز في الفم تغير الطعم وأصبح تغير الطعم وأصبح حلوا. ولتوضيح ماذا حدث على مستوى الجهاز الهضمي نقترح الوثائق التالية. إذن وثيقة واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، غير مرتب. قال في السؤال الأول: سمي الظاهرة التي تؤدي إلى ظهور الطعم الحلو. إذن لدينا جيد إنه التفكيك الجزيئي أو الهضم. إذن قمنا بهضم كيميائي للجزيئات خصوصا السكريات، تحول عليها من سكر معقد إلى سكر بسيط، والسكر البسيط هو الذي يعطي ذلك الطعام الحلو. جيد. ثانيا، رتب الوثائق حسب تسلسل الأحداث الظاهرة المعنية. إذا لدينا في الأول جزيئة معقدة، في وثيقة رقم 3 جزيئة معقدة ذات حجم كبير. نعم، سنأتي إلى الجزيئة الأبسط منها. نعم، إنها الوثيقة 1. بعد ذلك تتحول إلى الوثيقة 4 اللي هي جزيئات، لاحظوا جزيئات المالطوز، لأن جزيئات المالطوز تتكون من جزيئتين من الجليكوز، والجليكوز على مستوى المالطوز على مستوى المعدة الدقيق يتحول إلى جزيئات من الجليكوز. جيد. ما لا تمثل وثيقة جوج والوثيقة 3؟ إذن الوثيقة جوج تمثل جزيئة الجليكوز لأنها سكر بسيط ذو جزيئة واحدة، والوثيقة 3 تمثل جزيئة النشا. رابعا، حدد عامل الكيميائي المسؤول عن هذا. العامل الكيميائي، من قام بالتفكيك، من قام بتحويل هذه الجزيئة الكبيرة إلى جزيئة صغيرة. إنه نعم أنزيم النشواز، إنه النشواز. جيد. النشواز اللعابي أو النشواز البنكرياس بصفة عامة النشواز. التمرين الثاني يقول: تطرأ على الأغذية في الأنبوب الهضمي مجموعة من التحولات ينتج عنها مغذيات، اللي هي الأغذية التالية: بروتين والدسم. بروتين دسم. نعم، حدد في الجدول الأنزيمات الهضمية النوعية لهذه الأغذية وماذا ينتج عن هذه الأخيرة في المعي الدقيق. يمكن أن ننجز نعم هنا السؤال الأول جدول، ثم أقوم ب يعني أنظمة الهضم من نوعية هذه الأغذية لدي هنا البروتين. من يقوم بهضم البروتين؟ إنه جيد، إنه البروتياز، أو عندما يتحول البروتياز البروتين نعم يتحول البروتين عن طريق البروتياز إلى عدد البيبتيد، بعد ذلك تتحول عدد البيبتيد إلى أحماض أمينية عن طريق البيبتيداز. جيد. ماذا قال؟ يمكن أن ننجز التحول، يمكن أن ننجز التحول الطبيعي للنشا في الفم تجريبيا كما هو مبين في الوثيقة 1. إذا لدينا هنا تجريبيا تحول الذي يطرأ على النشا، أو وضعنا مطبوخ النشا فأضفنا إليه لعاب، مادة اللعاب. جيد. وضعنا الكل في تجربة في حمام مائي درجة حرارته 37 درجة حرارة دقري سيليسيوس. السؤال الثاني: ماذا يحدث لمطبوخ النشا بعد فترة زمنية كافية؟ نعم، سيتحول بعد مدة زمنية إلى مالطوز، سيتحول إلى مالطوز، سيختفي النشا ويتحول إلى المالطوز، وذلك لتوفر ظروف تجريبية درجة حرارة 37 زائد اللعاب الأنظمة التي يقوم اللعاب ليس أنظيم ولكن هي عصارة تحتوي على الأنظيم. جيد. نقسم محتوى الأنبوبين إلى قسمين ألف وباء، نضيف للقسم ألف ماء اليوضي ثم للقسم الثاني محلول الفعلي. في نظركم عندما نضيف ماء اليوضي إلى الأنبوب ألف هل سيتغير لون؟ لن يتغير، لأن النشا قد تحول إلى المالطوز، وبالتالي سيبقى التلون، ماء اليوضي له التلون الأصفر. جيد. ولكن هنا نناقش الظروف التجريبية، ولكن إذا كنا في الواقع يعني على مستوى الفم لا يتم تحويل كليا لجزيئة النشا، بل يتبقى جزء من النشا، وبالتالي مثلا لو
قمنا التجربة في الواقع على الفم، لو أخذنا مثلا محلول من الفم سنلاحظ تحول ماء اليوضي إلى تلون أزرق بنفسجي داكن. ولكن هنا أعطيت مدة معينة لكي يتحول النشا إلى مالتوز. نضيف لقسم ثاني محلول الفيلينج. إن جيد إن محلول الفيلينج يكشف عن السكريات البسيطة مع التسخين، وبالتالي سيظهر تلون راسب أحمر أجوري. ما هي الملاحظات المتوقعة في كل إذا هاش اللي قلنا الناس ما هي الملاحظات هما شلي قلنا دابا ماذا تستنتج؟ إذا استنتج أن على مستوى هذه التجربة تم هضم كليا للنشا إلى المالتوز إلى جزيئات بسيطة تسمى بالمالتوز، وذلك بتدخل أنظمة النشوز اللعابي. التمرين الثالث يقول لمعرفة بعض تخصص الأنظمة أجريت مجموعة من التجارب الموضحة في الجدول التالي. قال الرقم رقم 1 2 3 4 محتوى الأنبوب مطبوخ النشا فقط، ومعنى فقط مطبوخ النشا إذا أنظيم مطبوخ النشا زائد اللعاب مطبوخ عفوا أنا مادة الغذائية إذا مطبوخ النشا زائد اللعاب زلل البيض فقط ثم زلل البيض زائد اللعاب. جيد، ماء اليوضي يكشف عن وجود النشا، إذا مطبوخ النشا سيتغير لونه مطبوخ النشا إلى لون أزرق بنفسجي داكن. محلول الفيلينج زائد تسخين لن يطرأ أي تغيير هنا ولن يطرأ أي تغيير هنا، حمض نيتريك لا يكشف عني النشا. إذا هنا مطبوخ النشا زائد اللعاب، إذا النشا سيتحول إلى المالتوز بسبب وجود أنظيم نشوز لعابي على مستوى اللعاب. إذا ماء اليوضي في هذه التجربة لن يؤثر في تجربتنا، وبالتالي سيبقى لونه أصفر. هنا محلول الفيلينج نعم سيؤثر على الجزيئات التي نشأت تكونت من هذا التفاعل اللي هما المالتوز. حمض النيتريك لا يؤثر في النشا كذلك ولا يؤثر في اللعاب. إذا زلال البيض، إذا لعلمكم زلال البيض هو الذي يحتوي عليه البيض، إنه جيد الذي يحتوي على البيض إن بروتين، إذا يحتوي على البروتينات، وبالتالي ما اليوضي لا يكشف على البروتينات، محلول الفيلينج لا يكشف على البروتينات، ولكن حمض الأزوت. وهذه الملاحظة جيدة أن حمض الأزوت هو حمض النيتريك، حمض الأزوت هو حمض النيتريك يكشف عن البروتينات، هنا سيتحول إلى تلون أصفر. لدينا زلال البيض زائد اللعاب، نعم سيتحول إلى زلال البيض، نعم لا ماء اليوضي لا يؤثر عليه كذلك، ولكن هنا سيتحول زلال البيض اللعاب ليس له أي تأثير. ملاحظة هنا، ملاحظة هنا، نعم ملاحظة هنا، اللعاب اللي يحتوي على النشوز اللعابي، والنشوز اللعابي ذو الطبيعة بروتيني، نعم هنا في هذه التجربة سيتحول إلى تلون أصفر. هذه ملاحظة جيدة أن اللعاب فهو بروتين، فهو ذو الطبيعة بروتيني سيكشف عنه، وكذلك هنا. إذا بعجالة أجريت تجربة الهضم من النشا مخبأ باستعمال عصارة لعابية، فكانت النتائج يعطي عنوان مناسبة للوثيقة. إذا هنا عصارة لعابية لا تظهر جيدا، استسمح النشا وسكر بسيط، نعم هذا اللي يبين النشا، هضم النشا وسكر متوسط، نعم أعطى عنوان مسينة له هنا هضم كيميائي للنشا، حديث تركيز كل من النشا والسكر الشائع في بداية التجربة. إذا عفوا أظن أنها 9 و10 حل المنحنيين المنحنى البيني. إذا ارتفاع نسبة السكر البسيط على حساب تدهور ولا اختفاء المادة اللي هي النشا. بين محتوى العصارة اللعابية ودوره في هذه محتوى العصارة يحتوي على النشوز اللعابي، ودوره يتجلى في تفكيك الجزيئي للنشا إلى جزيئات بسيطة من الجليكوز. أستودعكم الله إلى سلسلة قادمة إن شاء الله.